عندنا اتصال للأخ مازن من فرنسا. السلام عليكم. وعليكم السلام، أهلا بكم. حياكم الله، تفضل. حياكم الله. فقط حبيت مداخلة في الموضوع. نعم تفضل. فقط أردت أوصل للمشاهدين مدى وحشية المخالفين. نعم. مثلا جاء في أحد كتب النواصب المخالفين نص يدل على وحشية بالغة، يقول في النص: فيقتل الرجال ويبقر بطون الحبالة ورفع الصبيان في الرماح. بالله عليكم، هل هناك وحشية أكثر من هذه الوحشية عند النواصب؟ كيف يبقر بطون حبالة أي الحوامل ويرفع الصبيان في الرماح؟ نعم. أليست هذه وحشية أستاذي صحيح. الفاضل؟ وحشية وحشية وما مثلها وحشية، حتى داعش يمكن ما سووها هيك. أحسنتم، لكن الذي سيفعل هذا هو المهدي عندكم. نعم. كما جاء في سرور أهل الإيمان. نعم. وهذه الروايات مردودة، هذه أفعال مهديكم. نعم. بعد الخروج وقد اعترفتم أنه مجرم. نعم. لا يا أخي، لا يا أخي، النقاش النقاش في النقاش في الروايات الروايات هذه الأفعال إجرام لا شك. نحن نرفض. أكو ناصبي داعية اسمه مازن، أنا أراه كافرا، ولكنه كإنسان يا أخي، هذا الرجل قدم لي خدمات عجيبة غريبة. سحق الشيعة سحقا بقدمه، سحقهم سحقا بشسع نعله. أعطيك دليل. اتصل بقناة فدك، سحقهم بشسع نعله سحقا. قل لهم تقبلون اكو احنا اكو جماعة ارهابيين قتلوا مرة وقتلوا اطفال وهيجي سووا وتقبلون؟ قالوا لا. قالهم مهديكم هيجي يسوون؟ خلاهم يهربون كالأروى كعادتهم، هم دائما هيجي يسوون. يلا يلا ايه واحنا ايه، وسدوا علي التليفون. كذابين، مزقهم تمزيق.